جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأمر بالمعروف شيخ صالح، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله أمر رفيع للغاية، وهو في غاية الدقة أيضا. قد يبتلى الإنسان بأناس شركاء له في العمل، شركاء له في مطرحة معينة، ولكنهم على ذلكم الحال ومضطر اضطرارا للتعامل معهم. كيف يكون موقفه؟ ما هو المخرج؟ المخرج أن يطلب الانتقال من هذه الدائرة ومن هذا العمل إلى دائرة أخرى ومكان آخر، ويكون مع الطيبين. فإذا لم يمكنه ذلك فإنه يبقى في عمله ويحافظ على دينه، ولا يجلس معهم جلوس مؤانسة وجلوس محبة، وإنما يجلس معهم بموجب العمل فقط، يؤدي عمله، فهو لم يجلس معهم رغبة في مجالستهم، وإنما جلس لأداء عمله فقط، ويكون كارها لهم ومبغضا لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد يكون في عمل يعتقد أن في عمله هذا نفعا للإسلام والمسلمين، لعلكم توجيه واضح. إذا كان هناك منفعة للإسلام والمسلمين، لأن يعني يقوم بالبيان والتوجيه والإرشاد، ويكون يرى لتوجيهه ولكلامه تأثيرا فيهم، هذا عمل طيب. نعم.